مساء الخير. مساء الخير. ازيك؟ الله يخليك يا استاذ. انت في المنيا فاتح برضو كنفاني كده اهوت؟ فاتح في رمضان، لكن انا في الاساس طباخ. طباخ؟ اه طباخ زي عم سايق برضه. اه طباخ فرحه. بس طباخ فين يعني؟ لما حد يبقى عنده عزومه تروح تطبخ عنده؟ اه فرح عنده، فرح عنده، عيد ميلاد عنده، سبو عنده، مثلا عقيقه حاجه زي كده. مشهور بايه يا عم ناجي غير الكنافه؟ مشهور باصناف ايه؟ طبيخ؟ انا عندي محل حلويات. ايه؟ عندي محل حلويات. بتعمل حلويات؟ بعمل حلويات. يعني انت سمعت عن الكنافه بقى اللي بالمانجا والكنافه اللي بالبسكوت؟ اه كل حاجه. طب وايه رايك في الحاجات دي يا عم؟ جميل. انا بحب الكنافه بتاعت ربنا كده، تبقى بالقشطه، تبقى بالمكسرات، طبيعي اي حاجه طبيعي. طب وش معنى الكنافه البلدي يا عم ناجي اللي انت متخصص فيها؟ ايه الفرق بين دي مثلا والكنافه الالي اللي عم سيد شغال عليها؟ عشان احنا لما اشتغلنا على البلد الاول. ها. وانا طبعا ما عنديش مكان هناك في الصعيد. يعني في الصعيد كله بيشتغل؟ كله بيشتغل بده، بس بالطينه بقى زي زمان بعين. في الفرن الثابت اللي مش الفرن متحرك. الثابت اللي هو بيتبنى بالطينه ومعمول له الصينه بتاعته وتمام وبتشتغل عليه كل سنه. حاسس في اي فرق بين الصاج ده والتاني؟ بيسوي اسرع ده ولا التاني؟ والله هو كله بيسوي. على رأيك. انا اشتغلت من ايام الفرن ابو بوص، كنا بنحط كده عبش وبنشتغل كده. انا شفته ده برضه. ما كناش شغالين بالحاجات دي. وفلا وبعديها بعد ما اتطور شويه بقت نجيب الغاز اللي هو ابو كباز ده. ها. وبنشتغل عليه، وبعديها تاني رحنا اشتغلنا على اتمدن شويه. ده شغال بانبوبه؟ على انبوبه. اه ده شغال بانبوبه. اه. طب والخلطه اللي جوه دي يا عم ناجي ايه جواها؟ ولا اي حاجه، دي عجينه وميه بس، ما فيش ملح حتى؟ لا لا ولا اي حاجه، عجينه وميه. عشان كده صحيه وعشان كده طبيعي. عشان كده صحية وطبيعية. اه دي ما فيهاش غير مية. انت شكلك غاويها البلدي دي. اه طبعا. طب وريني كده، انا شفت كذا مرة، بس ايه الفرق بقى بين الصنايعي الشاطر والصنايعي الخايب في الصنعة بتاعتك دي؟ والله يعني هي انا كل حاسة لو مسكت كوز هطلع بسيسة مش هطلع كده. القصة كلها في ظبطة ايدك وانت ماسكة الكوز ولفت ايدك وكده بس، لكن هو كله بيشتغل وكله بيطلع كنافة كويسة لما يتعلم يعني. انا عايزة ابقى اجرب. ماشي. بس احكي لي الاول على اولادك ومراتك، يعني انت سايبهم في المنيا هم قايمين بالشادر ده عندكم؟ اه اه. وما هماش محتاجينك عشان الاحتياج على قدهم يقدروا يتفهم؟ الراجل في البيت ضروري من احتياجه، بس الحياه صعبه هنعمل ايه طيب؟ ما احنا انت اعاره عن... انت جاي اعاره حلوان هنا. اه بطلع مثلا قرش من هنا وهي تطلع قرش من هناك، عشان نساعد يعني الحياه. يعني مراتك واقفه في كتفك صبح؟ اه اه واقفه مكاني برضه هناك وساده وتمام. انت امير الامراء يا عم ناجي. الله يخليك يا ابو، انت اللي امير. اجيلك في المكان اللي انت فيه ده تحاول تخليني امسك الكوز واعمل حاجه؟ ولو بوظتها ما تزعلش مني او لا مرتب. انت تعالي بوظ براحتك، بس هتبهدلي نفسك. مش مهم، بس هبوظ مره. خلاص تعالي بدل مش مهم. بس عندي حب استطلاع رهيب يعني. عايزه اشوف. هلف لك. تعالي اتفضلي. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هوطي ايدك؟ لا وطي كده اكتر. اه وطي شويه، وطي شويه كمان. ايوه طلع جميله معاك اهي. اللهم صل على النبي. كنفنجي كنفنجي. اعيد تاني، اعيد تاني يا عم نادي عليها ولا لا؟ بس خلاص خلاص حلو قوي كده. كده يا عم حيا الله. خلاص يا جماعه، هي كل ما بتعلي ايدك لفوق على فكره كل ما بتمجط منها. طيب استنوا بقى عشان هنلمها. لم هلم؟ لم بس لم لم. ايوه تمام. الله ينور. شله مشلشله اهي. لا كنفنجي كنفنجي مش كده؟ اهي ده في البايظ ده.